السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة تيكلا ستيل. إن شاء الله هنكمل مع بعض النهاردة كورس الستيل على برنامج تيكلا ستراكشر 2020. هناخد النهاردة مع بعض سيشن 35، هنتكلم عن الدروينج. تابعوا معانا الشرح. هنتكلم فيه عن الدروينج، وهنتكلم عن إخراج اللوح، وازاي نطلع لوح كويسة، وازاي نعدل على الخرطوشة بتاعتنا، وازاي نعمل كل الكلام ده هنعرفه النهاردة مع بعض. نبدأ مع بعض. اول حاجة احنا عايزين نعرف انواع اللوحة، انا عندي كام نوع من اللوحة بيخرجوا، او عموما كام نوع من اللوحة. انا عندي 3 انواع. اول نوع اسمه سنجل بارت، هلاقي هنا كده في اللوح اهوت. اول نوع عندي سنجل بارت، وتاني نوع السيمبلي، وتالت نوع اللي هو الجي اي. طيب عاوز تفهم ايه الفرق بين انواع اللوح دي؟ اول نوع اللي هو سنجل بارت ده بيطلع عبارة عن ايه؟ بيطلع عبارة عن بليتا باي منبر، يعني مثلا ده سنجل بارت هيطلع كأنه عمود. طيب سنجل بارت كأنه برلين رافتر وهكذا. طيب السنجل بارت دي بتطلع لايه؟ السنجل بارت بتطلع للايه؟ للورشة. طيب هنوضح اكتر. عندنا تاني نوع اسمه اسيمبلي، اسيمبلي دروينج او اسيمبلي دروينج. تمام. طيب ايه الاسيمبلي؟ الاسيمبلي ده بيطلع مجموعات. يعني ايه الاسيمبلي؟ هنا للرافتر دي هيبقى عبارة عن ايه؟ هيبقى عبارة عن رافتر وملحوم فيها هنا هونش، وملحوم فوقيها هنا الانجل دي، وكمان اللحامات اللي عليها. يبقى الاسيمبلي عبارة عن تجميعة اللوحة. يعني ايه؟ يعني الورشة هتاخد لوحة السنجل بارت، هتطلع كل بليت لوحده، وهتطلع كل رافتر لوحدها، كل مسمار لوحده، وبعد كده هتبص في لوحة الاسيمبلي وتجمعهم. هتبدأ تمسك مثلا ادي عمود اهو، تمسكه وتلاقي هنا في ستيفنر، هتلاقي جايب الستيفنر ده لحماه هنا، هتلاقي هنا ان في مثلا من هنا كمان ستيفنر هتيجي لحماه هنا، وهكذا. الاسيمبلي تجميع، لوحة تجميع اي تجميع بتحصل لكن في الورشة. يعني مثلا هقول ان انا المسامير دي ان انا هعملها في الورشة، فدي هتطلع في لوح الاسيمبلي. يعني ايه؟ انا اصلا هو بيسألني عايز تعمل المسامير دي فين؟ تمام. انت ممكن لو انت هتعملها في الورشه فهيطلعها لك في لوح الاسيمبلي. طيب هي كده كده بتطلع اصلا عشان يعملها هولز. فانا مثلا بقول لك لو انت هتربط مسامير في الورشه، ايا كان مسامير في الورشه بيطلع مع الاسيمبلي. عرفنا الفرق بين السنجل بارت، بيطلع بارت واحد ايا كان البارت ده ايه، ايا كان. الاسيمبلي بيطلع مجموعه، ادي اسيمبلي. احنا ممكن نعمل هنا سيلكشن للاسيمبلي اهو. بص على الاسيمبلي دي اشوف فيها ايه. هبص هنا هتلاقي ماسك لك البليتة دي بالمسامير بتاعها، بالانجل دي تبعها، كل الاسيمبلي دي بتطلع لوحة لوحدها. طيب تالت نوع من اللوحة جي اي اللي هو ريكشن دروينج، ده مسؤول عنه، او اللوحة دي بتطلع للموقع. دي اللوحة الريكشن بتاعت التركيب في الموقع. يبقى انا عندي 3 انواع من اللوحة، سيمبل بارت، سنجل بارت، ودي بتبقى عبارة عن كل منبر لوحده. السيمبلي بارت ده عبارة عن التجميع، الاتنين دول بيطلعوا للايه؟ الورشة. طيب الحاجة الوحيدة بتطلع لايه؟ الموقع الجي اي دروينج اللي هو الاركتكشن بتاعت التركيب بتاعت المهندس بتاع الموقع. كده عرفنا 3 انواع من او انواع الدروينج. طيب ازاي انا اعمل دروينج؟ انا علشان اعمل دروينج هدخل هنا عن دروينج اند ريبورتس. تمام. مثلا عاوز اعمل دروينج للرافتر دي، هدخل هنا على دروينج بروبرتيز قبل ما اعمل كرييت اهو. دي عبارة عن ايه؟ او انا عايز اعمل دروينج ايه؟ انا هعمل سنجل بارت، هضغط عليها هتفتح معايا. انا هنا مش هختار ستاندرد، هختار حاجة اسمها الام اي بيم. لقيت ان هو دي زي ايه؟ زي اتريبيوت كده متسيفة البرنامج عاملها، بيظبط لك بعض الحاجات في اللوح، يعني تقريبا شكلها هيبقى كويس. لكن انت لو خليتها ستاندرد كل حاجه بص هتلاقيها طافيه،
لو انا عملت للسنتر رجعت تاني هتلاقي كل حاجة طافية، في حاجات هي مش هتبان. فخلينا انا ام اي، تمام، ام اي بيم ايا كان، ام اي كولوم، انا هنا شغال بيم اهو، ابلاي اوكي. كده انا سيفت لنفسي او سيفت اتريبيوت من البرنامج اللي كان حاطها لي. طيب كرييت بقى، هعمل هنا كرييت درونج سنجل بارت درونج، بس لف لفه بسيطه كده وخلاص. وفين يعمل لوحه؟ اقول لك فين، في هنا حاجه اسمها دوكيومنت مانجر او كنترول ال. تمام، ادي فتح لي اهو، لقيت هنا اول دوكيومنت، ده الريبورتات اللي انا عاملها المره اللي فاتت. بعد كده اول فايلز، دي الفايلز اللي برضو موجوده في الريبورتات. طيب الدروينج بقى بدا يطلع لي، انا هخش هنا على السنجل بارت، لقيت لوحه اهي عاوز اتفرج عليها. وريني كده اللوحه دي عباره عن ايه. انا بضغط هنا دبل كليك، هو بيفتح لي اللوحه. ادي لقيته فتح لي لوحه، وريني هنا يا عم. لا اشغل لي كده، اكبر لي اللوحه بقى. ادي اللوحه ايه، هنبص تحت هنا هنلاقي ايه، ان ده حاجه اسمها رافتر. الرافتر دي اسمها بي 1، طيب المارك بتاعها بي 1، تمام. البروفايل 360، الجريد اس 235، ده الجريد اللي انت حاطه. الكوانتيتي الكميه بتاعتك انت حاطه 10، يعني ال 10 اهم، خدت بالك الرقم ده بتاع ايه. طيب اللينس والاريا والويت كل ده حاطه لك. طيب جميل، كمان في حاجه هنا بيقول لك اول هولز 22 مللي، تمام. طيب ادي كده شفنا اول جدول. طيب تاني جدول، بص يا عم بقى، بيقول لك الالوكيشن تو اسمبليز، الرافتر دي موجوده في كام اسمبلي. بص عندك الرافتر دي متضافه في البي 1000 فيها مر، البي 1001 فيها مر، البي 1002 وهكذا، في العشرة دول موجود اماكنهم فين. يعني من الاخر المصنع هيمسك اللوحه دي يعمل منها 10. طب ايه ده يا عم، هي دي الرافتر اللي انت حاطها لي؟ دي الرافتر دي طولها 9 متر، انت حاطها لي كده ليه؟ انا اقول لك، هو عامل ده الستاندر بينزله بخط قطع، انت ممكن تلغي خط القطع ده، تعمل دبل كليك كده من هنا هتلاقي الفريم اللي جواه الرسمة، وهنشوف ازاي نلغي خط القطع. طيب وخط القطع بينزل ستاندر، تمام. اتريبيوتس 1 اهو، ده السكيل بتاعي 1 لـ5. وعندي اتريبيوتس 2، هنا في حاجه كات بارت، هو بيقول لك يس، قول له لا نو. واتفرج بقى على الطول الحقيقي بتاع الايه الرافتر. بص بقى 9 متر عملت ازاي، طبعا كبرت جدا عن اللوحه وباظت مني. انت ممكن تعمل ايه، انت ممكن تصغر الدايمنشن او تصغر السكيل مثلا عشان المنبر ده يدخل اللوحه، او ممكن نرجع للقطع، وانا بفضل موضوع القطع وفاهمكم يعني ايه القطع. الكات بارت هو يقدر يعمل ايه، بيقول لك بص يا عم، انا هقطع في اي حاجه شايفها زي بعضها. يعني ايه؟ يعني مثلا انا عندي عمود طوله 12 متر وعرضه مثلا 20 سنتي، فانا مش معقول هحط لك في روحه 10 متر كامله في 20 سنتي، دي مش هتبان، ده هيعتبر انهم 4 خطوط كده فوق بعض، تمام، ومفيش لوحه هتشيل 12 متر. فانت ممكن تعمل سكيل، وممكن لو عاوز تبين الديتيلز بتاعتك لو فيها ديتيلز ممكن تعمل الكات. طيب انا عملت الكات ده، عايز افهم يعني ايه. تخيل مثلا هنا في استفنر، هو مش هيقدر يقطع لك فيه، فهو هياخد قبل الاستفنر وبعد الاستفنر المسافه اللي انت هتحددها من هنا. هو هنا واخد مسافه 440، انا هخليها مثلا 200. يعني ايه؟ يعني مثلا لو في هنا استفنر هياخد 200 قبله و200 بعده ويقطع. ادي كده موديفاي، وهنا مفيش استفنر فهو رجع لي الايه البيم او الرافتر زي ما كان. طب هي كانت 440، خليها 440 عشان تكبر شويه، انا ممكن اعدل في السكيل مفيش مشكله اهو، تمام. طيب كده شفنا ازاي نعدل السكيل او نعدل في، ابص بقى كده بيتحرك معايا الرسمه اهو، امسكها من الفريم طلعها بره، تنزلها فوق طلعها تحت براحتك خالص. لسه الكلام ده هنتعلمه كمان في اللوح دي، يعتبر لوحه صغيره. طيب كده انا عرفت اعمل سنجل بارت، ادي كده اهو. ابقى هعمل ايه بعد كده؟ خلاص هتسيف كده، هتكنسل، اقول لك عاوز سيفها اوكي، هيوريك اللوحه
تمام كده اتسيفت خلاص. انت عايز تشوف تاني اللوحه من هنا الدوكيومنت مانجر وهتلاقي سنجل بارت، ادي اللوحه بتاعتك اهي. طيب خلينا بقى نخش على الموضوع الاتقل شويه، الاسمبلي. نفس الرافتر عاوز اعملها اسمبلي، فانا متفقين هنخش على الدرون روبرتس الاسمبلي. هلاقي برضو فتح لي كذا حاجه. طيب في ام اي، احنا خدنا مرفات ام اي بي وخلينا في الام اي، لكن في الاسمبلي هنا في حاجه، لقينا في حاجه اسمها ام اي بيم زائد بارتس. تفرق ايه البيمز عن البيمز زائد بارتس؟ هقول لك البيمز هيطلع لك لوح اسمبلي عاديه، يعني كل تجميعه لوحدها وتمام. طيب البيمز بارتس هيطلع لك لوح الاسمبلي فيها كمان السنجل، يعني لوحه الاسمبلي هيحط لك فيها الاسمبلي زائد السنجل، السنجل اللي احنا لسه عاملينه. في ناس بتحب كده وفي ناس بتحب لا الاسمبلي لوحده وسنجل لوحده، لان هو بشكل طبيعي ان الورشه يعني بتمسك كل لوحه سنجل وتعملها، شافت مثلا عمدان وقمر كل ده هتجيبه، وبعد كده تفتح لوح الاسمبلي تجمعهم. تمام فانا هختار كده البيم، اوكي كرييت دروينج. انا المره دي هعمل اسمبلي دروينج ايه للرافتر دي، هيبدا كده ياخد وقته مش كتير. عايزين نفتح نشوف اللوحه دي الاسمبلي بارت، نتفرج دلوقتي على اللوحه. دبل كليك عشان تفتح معانا، بيفتح اهو بيحمل. تمام بصوا بقى اللوحه دي كده، لوحه مهزله، مهزله بمعنى الكلمه، ادي كده هنا. طيب خلينا نطلع الحاجه دي كده بره، بص عامله ازاي، ايه ده عم، وبص ايه ده كمان، يعني بصراحه حاجه صعبه. خلينا الاول نشوف الجداول. بيقول لك يا عم الجريد لوكيشن ده ار 1000 موجود على جريد كام؟ جريد 4 وسي واي. تمام طيب وهنا عندنا جدول كمان، بصوا بقى الجدول ده فيه ايه. بيقول لك عندك حاجه مارك اسمها 2، فين يا عم مارك 2 دي؟ هبص هنا، هات لي كده مثلا اللوحه او هات لي المنبر ده ابص عليه. 2 فين؟ ماشي يمكن هو مش ضايف كل المرات دي، مفيش مشكله انا اعرف اضيفه، هعلمكم دلوقتي ازاي تضيفوه. طيب مثلا لقيت هنا حاجه رقم 3، هبص هنا على 3 ده بقول لك دي فلانجة تي 8 في 150، ونوع الستيل بتاعها كذا، واللينس كذا، والاريا كذا، والويت كذا. تمام طيب ايه 7 ده وايه 7 ده؟ بيقول لك عايز تعرف 7، ادي 7 يا عم اهو. ده بليت 10 في 176.2 الماتيريال، وهكذا. في منه كام واحده؟ في منه 2. يبقى انا كده المفروض بقى افتح انا، او مش سوري مش هفتح، الورشه هتطلع 2 بليت او 2 حاجه من اللي هو الرقم اللي هنا اللي هو 7 اللي هو بليت، يعني هيجيب البليتين من دول وهيجي مركبهم في المكان ده. يبقى كده بيجيب السنجل بيركبهم على السنجل كلهم، بيجمعهم في اسمبلي. ادي الاسمبلي دي فيها كل الكلام ده، فيها عندك هنا اي بي 360 ده الرافتر، وفلانجيات وبليتات وايه شويه حاجات كده. حلو طيب هنا نبص هنا، هقول لك ده واحد ده رافتر واسمه ار 1000. حلو خالص. ونبص بقى هنا نعرف احنا ازاي نعدل كل الكلام ده تاني. دي لوحه بيقول لك السكيل بتاعها، ودي لوحه اي 3 والتايتل بتاعك والكونتراكتور وكل الكل، يعني لو عايز تضيف مين العميل بتاعك وكل الكلام ده والرقم بتاعها كمان. طيب كل ده جميل، بس انا مش نافع معايا الكلام ده خالص، يعني دي لوحه مينفعش تطلع كده ابدا. تمام رجع لي الغي الغي خالص ده مش عايزه. انا دلوقتي هنقعد معاكم كده واحده واحده نعرفوا ازاي نعملوا الكلام ده. طيب ادي لوحه اهي، ننزل ده كده تحت شويه عشان نحط ده هنا. انا عشان احركه بضغط الخط اللي فوق كده واشده. طيب اول حاجه الكلام ده لازم يظهر، مفيش حل تاني لازم يظهر. بعمل دبل كليك الفيو واشوفه اصغره زي ما احنا متفقين، ممكن اعمل السكيل بتاعي وهو كده كده في خط قطع. تمام هعمل السكيل اخليه 1 ل 20 موديفاي
ماشي تمام، صغرت تمام، اقفل خلاص اوكي، وخلينا دي ماشي 1 لـ10 مش هتزعلنا. طب بص بقى كده، ايه يا عم الكركبة دي؟ ايه الكركبة دي؟ خليني اعمل حاجة كمان، لان هنا الهون شو بص عامل ازاي، متاكل كأنه متاكل جاي في خط قطع، فيبان انه متاكل، يعني الحتة دي مقطوع منها كده. فدي يعني انا رأيي مثلا دي لو نزلت العامل في ورشة، انت مش عايز العامل ده يشغل دماغه، عايزه يعمل اللي موجود. فهو لو شاف حاجة زي كده مش عارف يعني هيتصرف فيها ازاي، ممكن يقطع لك حاجة غلط، ممكن يبوظ لك حاجة. فاحنا ممكن نغير في الموضوع ده، مش الدايمنشن، لأ عادي من بره خلاص في الفريم، وهنكبر خط القطع شوية من attributes to، لأ خليه يعمل 400 modify. شوف كده هل كبرت جامد. نغير الدايمنشن نخليها 25، سوري الدايمنشن السكيل، عايزين نركز عشان ايه السيشن دي هتبقى صعبة، مش صعبة يعني هتبقى مهم. طيب ادي كده الهونش برضو لسه 400 ما كفتوش، مخدتش بالي تصدق، خليها 600 هيكبر، اعمل سيلكت اهوت موديفاي الهونش اتظبط تمام. وكمان هعمل ايه السكيل 25، لا خليك 30 موديفاي. على فكرة المفروض انا اخلي اللوحة كلها نفس السكيل لان هو بيكتب لي تحت تمام، المفروض ده كمان اخليه 1 لـ30 تمام. اوكي طيب هرجع هنا وبص بقى على الكلام اللي معمول ده، ادي كده دي عبارة عن بيرلين، وهنا ايه سوري رافتر، وهنا دي هونش، وهنا هونش، وكل حاجة تمام. لكن انا حاسس ان في هنا كركبة، انا مش شايف حاجة، فعامل ايه؟ انا همسح كل الكلام ده ديليت. بصوا انا بعمل ديليت جوه القمر، بص بيعمل ايه، ما بيمسحش الحديد لانه عارف ان ده حديد ما ينفعش يتمسح، بيمسح الدايمنشن. امسح لي يا عم كل الكلام ده، بص سابها لي ايه فاضيه خالص، مسحتها خريطه فاضيه خالص. طيب انا دلوقتي عايز اعمل ايه؟ سيبك من دي، خلينا دلوقتي شغالين في واحده واحده. طلع دي خالص كده بره الصوره، بره الصورة خالص، خلينا كأننا شغالين في دي بس في اللوحة. طيب أول حاجة هتعمل ايه؟ أنا عاوز أحط هنا دايمنشن. طيب هتيجي هنا عند قائمة دايمنشن، هو فتح هنا زي برنامج تاني جوه البرنامج للدروينج، بس في حاجة اسمها دروينج، وفي انيميشنز، وفي دايمنشنز، وفي فيو. أنا هخش على دايمنشنز وهبدأ ألاقي حاجة اسمها هوريزونتال وفيرتيكال. طيب أنا دلوقتي هعمل، عاوز أخد طول الهوريزونتال ده من هنا، نضغط ضغطة لهنا. طيب اتكيت في المكان تمام، بطلع فوق بتك سكرول، بص عمل لي ايه، حط لي الطول الهوريزونتال بتاعي. طيب حلو خالص، انا عاوز اخد مسافات عند الايه الاستفنرز دي، او دي مش استفنرز دي البليت اللي بيتعمل فيه البريسنج، البريسنج اللي فوق ده البريسنج اهو بيتربط هنا وما هو ملحوم في الرافتر. طيب عايز اخد ابعاد مظبوطة، طالما انا واخد هوريزونتال يبقى هيمشي معايا هوريزونتال، حتى انا نزلت بالميل هو بصوا بيقيس منين، من نفس المسافة، انا نزلت اهو من هنا لهنا ومن هنا لهنا مفيش اي مشكلة، هو ماشي هوريزونتال معايا. بص طلعت نزلت متفرقش معايا، بص ارقام الايتيم متفرقش، ده عشان بتحرك بس تمام. طيب هاخد من هنا هنا، انا بسيبش ايدي خالص، انا باخد كله من هنا لهنا ومن هنا، وهطلع فوق عشان يبقى على طرف الرافتر، هطلع بقى كده فوق واعمل سكرول. بص فتح لي الدايمنشن دي فين،
لا انا عايز الكبير اهو، هضغط عليه واحركه. بص بيتحرك معايا ازاي، وهنزل ده تحت كده شويه وخلي ده فوقيه. يبقى انا كده عملت ايه، حطيت دايمنشن في المسافات اللي فوق معايا. وريني كده المسافات دي، هنا في 323 144. طيب هنا المسافة من هنا لهنا 2782، وفي كمان المسافة نفس المسافة مظبوط كله تمام. طيب انا كنت عاوز افهمكم ان خط القطع اللي احنا بنعمله ده ما بيأثرش على الاطوال، الاطوال بتفضل ثابتة، بس بيعمل لك خط قطع عادي خالص لكن الاطوال ثابتة. طيب عرفنا ازاي ناخد الطول الهوريزونتال. طب انا الفيرتيكال ده عاوز احط السكنس ده مثلا، ادي من هنا لهنا. بص عمل ايه، قال لك ان السكنس ده ب10. هتعرف بقى دلوقتي ازاي نعدل في الدايمنشن دي. انت بكل سهوله هتعمل دبل كليك هتلاقي فتح لك دايمنشن بروبرتيز، قايمه تانية كبيره تتوه فيها. بس هنعرفك كده كذا حاجه مهمه. اول حاجه الدايمنشن تايب. بص يا عم، اول حاجه عندي التايب اللي انا حاطه ده اللي هو الرننج. الرننج ده اللي هو مثلا المسافه من هنا لهنا بكذا. في تايب تاني، بص ده بيقول لك، بص يا عم انت واقف عند الصفر، بدات من الصفر، مشيت 323 بعد كده مشيت 467. طب انت عايز تعرف المسافه دي، اطرح ده من ده. بعد كده مشيت 3249، عايز تعرف المسافه دي، اطرح ده من ده. دي طريقه ممكن تعمل بيها الدايمنشن. الطريقه دي على فكره اسهل للورشه، لان هو زي حاطط كده كانه حاطط متر وبيخرم عليه وشغال عليه. بس الطريقه دي فيها مشكله، ان هو لو خد الدايمنشن ده غلط فكل اللي جاي مبني عليه. فهمتوني؟ يعني اي حاجه هو هياخدها في الدايمنشن ده غلط الباقي مبني عليه. طيب ممكن اعمل ايه كمان، ممكن احط الاثنين الرننج والنوع ده. يعني هنا انا بالصفر 323 مشيت 323. طيب من 100 من هنا من 467 ل 3249 مشيت المسافه اللي هي 2000 متر وهكذا. طيب دي دايمنشن لخبطه. انا كذا مره بقول لك اهو، ما تخليش العامل يشغل دماغه، تمام؟ فانت هتختار الدايمنشن اللي انت عايزها وتضيفه. طيب في حاجه تانية، اليونتس. انت ممكن تخلي اللي هو بتحتاج بالملي، هي طبعا الاوتوماتيك بالملي، فبخليها بالسنتي، خليها لك بالسنتي، وانت تكتب مثلا نوت كده في اللوح ان انت كل الدايمنشن دي بالسنتي، تمام؟ طيب ممكن تخليها برضو بالفيت، بالفوت، بالانش، بالسنتي، لكل متر اللي انت عاوزه. احنا خلينا اوتوماتيك اللي احنا ايه عاملين. طيب في كمان ايه، في هنا بقى في الابيرانس في كذا حاجه. اول حاجه ده الهايت، ده بواحد انت ممكن تخليه واحد كده، بصوره كان باتنين ممكن تخليه واحد. بص الدايمنشن صغرت وكان باتنين ونص، خليه مثلا باتنين ونص تاني. ده يعمل لك الهايت بتاع الدايمنشن كتابه. طيب النيم، انت ممكن تحط دايمنشن دي تحط تحتها خط، ممكن تحطها جوه مستطيل. يعني مثلا هتعمل كل الدايمنشن الاساسيه اللي هي بالاطوال دي مثلا جوه مستطيل، والدايمنشن العاديه دي تخليها عاديه. يبقى العامل شايف انك اول ما عملت لوحه وفتحت الدايمنشن الاساسيه، او هو اي لوحه يلاقي دايمنشن جوه مستطيل يبقى ده طول المنبر الاساسي مثلا. طيب حاجه كمان هنا الكولر، الكولر ده انا مش هيفرق معايا، خلينا في الايه في الشكل بتاع السهم. هو هنا الشكل عباره عن ايه، عباره عن شرطه كده مايله، ممكن نخليها ما غيرتهاش، ممكن نخليها سهم كده تمام، ممكن اخليها سهم كده متفرغ، وممكن كمان طول السهم وعرض السهم انا ممكن اغيره تمام، نخليها نقطه. كل دي حاجات انت تقدر تعدل فيها براحتك. طيب في ايه كمان، نخش هنا على المارك هنلاقي حاجه اسمها هنا فين اكزاجريشن. طيب عباره عن ايه دي، اقول لك انا عباره عن ايه. شايف الرسمه دي، هو هيعمل لك الرسمه دي. طيب انا مثلا الدايمنشن دي المسافه بينها صغيره فهو مش عارف يحطها جوايا. طيب
بلاش المسافة دي، انا هنا هوريها لكم على مكان احسن. هات كده الدايمنشن وهات المسافة المايلة. الاوبشن ده بيضيف او يحط دايمنشن على المايل. هفهمكم دلوقتي ايه الفرق. بصوا انا حطيت هنا على المايل وبعمل سكرول. بصوا اللي حصل، عمل لي دايمنشن هنا ب20 ملي. طيب دايمنشن ده دخل على ده والدنيا ايه مش باينه، فانا هعدل الدايمنشن ده واعمل له اكسبريشن من هنا، خليه سبيسيفاي. بص عمل ايه، تقدر كده تشد من هنا ل20 دي. بص قالك ان المسافه دي ب20. طيب كمان انا ممكن اصغر الهايت ده، نخليه مثلا ب1.5، وال20 دخلت جواه كمان. يبقى انا كده حطيت هنا دايمنشن بتاعتي، بعدتها عن باين الدايمنشن وحطيت لها الشكل ده اللي هو اسمه اكسجريشن. طيب ده ليفت داون، ممكن اخليها رايت اب. انا بس كده سلكت عليها، هيعملها لي الناحيه التانية. خليها لي ليفت داون موديفاي كده تمام. طيب الشكل كمان ممكن اخليها كده وممكن اخليها كده، يعني المسافة اللي فوق دي تكبر او تصغر، ده شكل مظبوط. طيب كمان ممكن من هنا اعدل العرض اللي هو ما بين الفتحتين دول، لو ب5 ممكن تخلي 3 اهو. بصوا صغر ازاي. طيب كمان البوزيشن، المسافة ما بين هنا وهنا ممكن تصغرها ممكن تكبرها براحتك. ده اللي انا بتكلم فيه بقى، ازاي تعمل لوح نظيفة، ازاي تعمل لوح تبان كويسة. تمام. طيب احنا بس نتعرف هنا مع بعض مع الممبر او مع الاوبشنز بتاع الدايمنشن. طيب التاجز بقى، هاتلي هنا يا عم دي الايه الدايمنشن الاساسية. شايفين الرسمة دي، ممكن يحط لك كذا حاجة. شايف ايه ده اللي هو مسافة هنا، انا ممكن اكتب هنا اي حاجة، ممكن هكتب تريننج. بص تريننج دي هعمل موديفاي هو صغر تمام، معلش لان انا كنت واخد يخليها ب2.5 تاني، كنت معدلها عشان اعمل اكسجريشن ويحطها جوه استوديو تاكس. فين يا عم تريننج؟ لقيته بص كتب لي فين هنا تريننج، شد لي خط كده زي ما باينه هنا اهو، وحرف الايه تريننج، لا خلي تريننج ده مكان حرف البي تمام. مسح لي هنا موديفاي، بص نزلها لي مكان حرف البي. طيب انا عاوز احط تريننج الناحيه التانيه مكان حرف الاف بس، وخلي الاثنين من كده. بص الناحيه التانيه الاقي عامل تريننج. طيب هل انا عامل دي عشان كده؟ لا، ممكن اضيف ايه كمان. لقيت كده هو عامل لي مستطيل جواه 3 نقط، هفتح المستطيل ده. يقول انت ممكن تضيف ايه يا عم؟ انت ممكن تضيف اسمبلي بوزيشن. يعني ايه اسمبلي بوزيشن؟ كده هتشوف. طيب البارت بوزيشن البروفايل، طب انا عايز احط البروفايل، اعمل اد واعمل موديفاي. يبقى المكان ايه ده يحط لي فيه البروفايل. طيب اعمل كده موديفاي، بص اي بي اي 360 كده حط لي ايه اي بي اي 360. طيب انا كمان عايز احط هنا مكان البي ده، نحط النيم. بص النيم موديفاي، حط لي ده نيم اسمه رافتر. طيب كمان عاوز احط فين، احط هنا حاجه ثالثه مثلا الماتيريال، اد موديفاي، ادي الماتيريال اهو S235 وهكذا. دي تاجز انا ممكن احطها باسم او اضيف من الحاجات اللي هو سايبها لي. تمام تمام. طيب الريبير ده تبع الخرسانه تسليحه كده. طيب كده يبقى احنا عرفنا القايمه بتاعت الدايمنشن. طب نكمل الدايمنشن مع بعض. فين يا عم دلوقتي بقى؟ كنت عايز اوريكم حاجه، انا عايز الغي ده، ما عملتش موديفاي ديليت المارك ده، ديليت ديليت هعمل له موديفاي تمام. انا هنا لما جيت لقيت حركه مايله، فباخد دايمنشن المايل اهو، الاقي صورته كده مايل. طيب طلع لي ب20، انا عارف ان هنا البليت ده ب20. طب لو انا كنت خدته على الهوريزونتال، تعالى اجرب كده. بص الهوريزونتال
هياخدها لي برضو ب20. طيب ما ايه الفرق بقى بين المايل والهورزونتال؟ هقول لك في فرق هنا ما بانش، لكن هقول لك ديليت ده هقول لك هيبان في ايه. تعالى هنا كده من الهورزونتال ده، خد من هنا ليه هنا، بص كده الهورزونتال ده طلع بكام. طيب خد لي من المايل، فين المايل؟ من هنا ليه هنا، بص طلع بايه. طب كده انا برضو ما فرقتش، انا بس مش واخد الاماكن صح. اه يعني الدايمنشن ده لو كان بدأ من هنا كان هيبقى الايه المايل زي الهورزونتال معايا، ما فرقش هنا. لكن كان في تكلا القديم كان لو انت خدت الهورزونتال ده على المايل كان هيطلع بحاجة تانية الدايمنشن غير الهورزونتال، يعني المايل كان هيطلع رقم والهورزونتال رقم. تمام نجرب تاني، يمكن برضو لسه نفس المشكلة دي. لا طيب المايل، يمكن انا اخدت المايل على الغلط، بس الاول تكلا 20. لا تصدق اختلفت في كذا ملي. طيب انا في الحالات اللي زي دي طبعا انا برجح المايل، لان اصلا هو المايل معمول الدايمنشن اللي زي بالشكل ده، فانت هتشتغل برضو بالمايل. الغي ده والغي ده، انا هشتغل بالمايل، بعمل بس الليكشن عليه واحركه براحتي. هات برضو المايل، عرفنا الفرق ما بين الاتنين، هو ما كنت متوقع ان هو مش هيبان هنا بس لا فرق معايا. تمام حتى ادي الدايمنشن هنا هو تمام. طيب عايز اعمل ايه كمان؟ عاوز اخد دايمنشن هنا، هاتلي بقى المايل لان دي كاميرا مايلة. انا هبدأ من اول البليت لسنتر المسمار، لسنتر المسمار، لسنتر المسمار. تمام تمام ايه يا عم اللي انت عملته ده؟ اه تمام، ما انا مسيف هنا لا في المارك، انا مشغل هنا اعمل نو ديفاي. اوكي وريني كده الكلام اللي انت رسمته لي ده. ماشي برضو اشغل المستطيلات، كنت عامله بمستطيل وده خلولي واحد ونص، يعني مش مباشر صغير خالص. ديفاي اوكي تمام. بيقول لك ان المسافة من هنا لهنا 70، المسافة بين المسامير من هنا 90 و90، وبعدها 301 و100 و114. تمام طيب احنا ممكن كمان نصغر كمان نخليها واحد عشان الدنيا ايه تظبط معانا. دي حاجات بقى انت براحتك، يعني انت براحتك تصغر تكبر عشان تطلع لوحة كويسة. تمام تمام نجربها كده مفيش مشكلة. طيب محتاج برضو اخد هنا المسافة بين المسامير دي فيرتيكال اهو، و السنتر هنا وكده. اه بص ايه اللي اترسم ده، ما انت مختار فيرتيكال وحط لك المسافة الفيرتيكال، مهما عملت مش هيعمل هوريزونتال، فانت عامل ديليت كده عامل هوريزونتال اهو. تاخد بالك بقى ان هو بيعد معاك الارقام صح. بص انا مثلا خدت المسافة دي من السي جي المسمار، هو بص تلاقيه هنا رسم رسمة بتاعت المسمار. طيب المسافة دي لازم تظهر طبعا لان هنا الدايمنشن كبيرة جدا، فانا ممكن اخد بس عرض البليت ده، وده مش بليت ولا بليت اه تمام 144. اوكي راح هنا حاطط لي انا اصلا برضو مقسمه من هنا، يبقى نفس المسافه من هنا لهنا ده 144، وهنا حاطط المسافات بس هنحط ما بين المسامير من السنتر للسنتر. اهو 110 تمام. هنا المسافه ما بين المسمار والمسمار للسنتر للسنتر
المسافة ممكن ياخد من السنتر لبره هنا بره 65. حلو خلاص، ممكن بقى اغير في الابعاد بتاع الدايمنشن دي والحاجات بتاعتي. طيب كده انا ظبطت هنا الدايمنشن، وهنا فاضل لي نفس الموضوع هنا هات الفري بداية السنتر السنتر السنتر. تمام، انا بعمل من السنتر لان هو في اللوحة دي مش هيفرق معايا غير انه يخرم لي البليتات دي. تمام، فهو لازم ياخد من السنتر ويعرف اقطار المسامير. طب اقطار المسامير هيعرفها منين؟ هقول لك هو هيعرف اقطار المسامير منين. طيب كده انا نوعا ما ظبطت الدايمنشن بتاعي. طب كنت عايز احط الارقام اللي هي سي اللي هي 2 و3 والحاجات دي، اعمل كليك يمين اختار كده كليك يمين وهعمل ايه، انا الاول اختار الصحف الفارغ كده وهعمل اد بارك مارك تو اول اهو اد بارت ماركس فور اول بارتس. تمام، بص يا عم عمل لك ايه، قال لك ده يا عم اللي هو اسمه 6 وده اللي هو اسمه 7 وده اسمه هيد بليت، ممكن تاخده كده وتحركه وتخليه بره، ده 7 وده 7 ممكن تحطهم كده على بعض اهو براحتك خالص. بي 1 اهو 6 ده داخل جوه الرسمه، لا خليهولي بره متخلوش يعدي على دايمنشن، اعملهولي كده وهات البي 1 ده خليهولي كده، ادي الاربعة. تمام، وهكذا متطلعش حاجة بره بوردر اللوحة. فده بليت اهو 1 زي اللي هناك. تمام، ادي كده انا ظبطت الماركات بتاعتي، ظبطت دايمنشن ليا. تمام، خدتوا بالكوا بقى من اللوحة دي واللوحة دي ايه اللي حصل؟ بص الفرق شاسع ازاي. بص دي اللي كانت تكلة عاملها لي، انا مش هعمل حاجات كتير انا برضو، هو بس كان المشكلة في الدايمنشن، ممكن لان هو كان حاطط لي الدايمنشن الاتنين مع بعض، فانا ممكن اعدل الدايمنشن دي واخليها واحدة بس. الدنيا بص بتقل ازاي، فممكن كمان افتح الدايمنشن دي واعمل سيليكشن لكله وخليها اللي هي النوع الرننج اللي انا مختاره موديفاي، يخلي لي كل الدايمنشن ايه رننج. تمام، بس الدنيا برضو مش رايقه يعني، حتى انا عدلت لا مسح لي عم الكلام ده وخلي لي الحديد بس، خليني انا اللي اعمل الدايمنشن نفس اللي عملته فوق اعمله تحت. تمام تمام، يلا بينا ناخد هنا دايمنشن، ممكن نمشي هنا سريعا، مش ممكن نعمل كله عشان وقت الفيديو انا مش عاوز اطول عليكم، بس عاوز اعرفكم الطريقة اللي هتمشوا بيها وبعد كده براحتكم بقى. طيب ايه الرخم معايا هنا، ممكن اخد الدايمنشن بتاعي، يعني ممكن اعمل الدايمنشن هنا الفري وعاوز اشوف من هنا لهنا ومن هنا لهنا ومن هنا لهنا، طلع لي الدايمنشن دي عاملة ازاي يا عم. ادي بقول لك من هنا لهنا 75، صغرها لي شوية 3 ايه لا خليها لي 1.5 بي 5. تمام، بقول لك ادي المايل ده يبقى مايل طوله 72 سنتي. تمام، طيب عايز نحط برضو دايمنشن للعرض كله، بص ده جابه لك من فين، ده ممكن اخليه فوق ده وصغره شوية، من الدايمنشن كبير اوي ليه 1.5. انت بقى هتظبط لنفسك دايمنشن كأنك بترسم كاد، الموضوع مرسوم وكأنك بتحدد عليه. طيب عايز تحط من هنا لهنا مسمار بينهم قد ايه، 40. تمام، المسمار ده لده بينهم قد ايه، الدايمنشن دي كبيرة اوي 128. اوكي، ومن الصغير للصغير وبينهم هتفضل بقى تحط دايمنشن اللي انت عايزه وبراحتك يعني. الدايمنشن دي شكلها وحش خالص 1.5. تمام، دي ودي 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 فاية، ادي الاربعين
40 دي ممكن اعمل لها اكسجريشن من هنا. ماشي ناخدها فوق شويه تنقلها براحتك. بس طبعا شكلها وحش جدا. ندخل هنا حته تانيه في الفارغ وهكذا. انت ممكن تعمل اللي انت عاوزه من الدايمنشن، المهم ما تكركبش اللوحه تمام. وكان ممكن تقوم هو الاستثمار ده هو هنا، كان ممكن تاخد الابعاد هنا الخارجيه وممكن تحط هنا، يعني ده الابعاد بتاعه الخارج، ممكن تاني تحط ابعاد المسامير. انت المهم تحط حاجه يعني دي مسافه اهو من هنا لهنا مش باينه، ودي مسافه من الكبير خليها لي كده تمام. اقرر لي دي، انا حطيت المسافه بين المسامير في واحده و المسافة الكبيرة في حتة تانية. طيب انا هعمل كده واحطهم اهو، دي مسافتين اللي هنا. طبعا انت هتعدل بقى شكل الايه الدايمنشن لان الشكل ده مش كويس تمام. تمام وهتبدأ تاخد برضو الابعاد بتاعتك عرض وطول وكل حاجة تمام. ناخد من هنا بدايتك هنا ليه هنا لهنا هنا، احنا متفقين لما بناخد بالهوريزونتال ما بيفرقش معايا طالع ولا نازل، يعني فوق تحت بياخد نفس المسافه تمام. بدايه هنا تمام، هنا هنا هنا، لان المسافات دي هحطها فوق تمام. ايه كمان ممكن نعمله؟ انا كده شايف بصراحة ان اللوحة دي بقت شوية يعني ايه حلوة. اول حاجة دخلت جوه البوردر بتاعتي، تاني حاجة قدرت اعدل فيه شوية دايمنشن. طيب الحاجة بقى المهمة كان في هنا عاوز اخد فيو للبليتة دي. طيب هاخد الفيو ده ازاي؟ خش على قائمة فيو وهلاقي سيكشن فيو، عايز تدي منين يا عم؟ من اول طرف هنا لنهاية الطرف هنا، اللي اعمل لي ايه مستطيل، ولاقيه كمان مستطيل كمان بياخد لي الابعاد. فانا هاخد من بداية هنا للنهاية هنا، لقيت اهو بصوا شايفين الشكل ده كده، يبقى خد ايه الفيو. اقولك عايز تحط الفيو ده فين يا عم؟ حطه لي هنا. بص بقى الفيو بتاعي، حط لي فيو اسمه ايه ايه. بص اول ما عملت الفيو كتب لي هنا ايه ايه خط القطع، ممكن تصغره وتقربه كده وتبعده براحتك تمام. وادي الفيو بتاعنا. طيب الفيو ده هنعمل فيه ايه؟ هنحط له دايمنشن عاديه خالص، ادي الهوريزونتال الفيرتيكال من هنا ماشي هم، وخد لي من الناحيه التانيه فيرتيكال مجزأه تمام. فانا خدت مثلا من الناحيه اليمين الطول كله، من الناحيه الشمال البعد المجزأ، وهنا برضو مثلا هياخد من هنا الطول كله، ومن هناك الناحية التانية البعد المجزأ، يعني مثلا من هنا للقطر هنا لهنا لهنا تمام. تمام انا الدايمنشن الموف دي شكلها وحش، انا او مش لازم موف يعني، انا ممكن افتح دي كده واعملها ابلاي تمام. اختار الدايمنشن دي ريفاي، هتكبر طبعا فخليها واحد ونص. شوف كده واحد ونص، لا واحد ريفاي تمام. اتوقع ان الدايمنشن دي هتبقى شكلها الطف. دي كمان خد دي ودي كمان سيليكشن ودي، واعملهم لي كده ريفاي تمام. ده ممكن كمان اخد الدايمنشن دي كلها الموف اللي هي شكلها رخم ده، واعمل لها كده موديفاي. ارقام طبعا صغرت الدنيا هتبقى يعني هتحاول تتظبط شويه تمام. ادي كده الفيو، قدرت تعمل ايه في الفيو؟ انا بس قدرت احط له ايه ابعاد. طيب اقدر اعمل ايه تاني في الفيو؟ بص بقى ممكن اعمل ايه،
ممكن اعمل سيلكت على الحديد اللي بره، البليت اللي بره، واعمل عليها كليك يمين وبص اقول له ايه، اقول له اد مارك يوز فيو بروبرتيز. بص يا عم، قال لي المارك بتاعي ده اسمه هيد بليت، وريني كده فوق. اه طبعا اسمه هيد بليت 1 كمان. طيب انا اعمل ايه كمان في الهيد بليت ده؟ دبل كليك وافتح لي البارت مارك بروبرتيز. بيقول لك ايه، هو حاطط الاليمنت المارك وعامل بيك بوزيشن. طب انا عايز ازود حاجه كمان، عايز ازود البروفايل بتاعه، هعمل له اد بص موديفاي بقى اسمه هيد بليت بليت 20 في 170. عاوز ازود ماتيريال، سوري ماتيريال اد هنا موديفاي بقى ايه 36. لا يا عم غير الكلام ده، تحطهم لي ليه كده؟ انا عايز احطهم بالطول يعني واقفين تحت بعض. تلاقي هنا سهم وفوقيه داش، هعمل له اد دي كده المسافة دي او الشكل ده، يبقى هيحطهم لي تحت بعض. طب نجرب، ادي البروفايل اعمله اد، بص عمل ايه، هيد بليت بروفايل بليت 20 في 170. تمام. طيب كمان ممكن تختار البروفايل ده تحطه جوه فريم. بص الفريم ده، لا انا عملتش اد فريم البروفايل، بص حط الايه البروفايل في الاد فريم. طيب ممكن كمان الفريم البيضاوي اللي بره ده ممكن تغيره من هنا جنرال، هتلاقي الطيب اخليه مستطيل عادي محترم كده يبان محترم. هيد بليت ممكن تحط ايه كمان، انا هقول لك ممكن نحط ايه كمان. ممكن اول نحط كده اد، وممكن لقيته ايه هنا في النص. طب انا هعمل ايه، انزله موف داون وموف اب، ممكن اطلعه وانزله كده موف داون اهو. حط من هنا كمان اللي حطينا البروفايل والماتيريال ما حطيناهاش، حط لي كمان سطر فاضي بس خليه هنا يطلع السطر ده موف اب. تمام. وهحط كمان الماتيريال حطيناه، وهحط شوف انت عاوز يعني ممكن تحط تكست مثلا، عايز تكتب ايه في التكست ده، هقول مثلا ده اسمه تريننج، او عايز تكتب مثلا حاجة للورشة تحر يعني. ادي عم التكست اوكي، لا بس طلع ده نزل التكست تحت ويفاي. بص بقى ادي هيد بليت، وادي البروفايل والماتيريال بكده تريننج. تمام، وكده عرفنا. وممكن ده بيتحرك معايا رايح جاي كده براحتك. عرفنا ممكن نحط ايه كمان ليه الفيو ده. الناحية التانية عندنا فيو، هنعمل نفس الموضوع فيو بس بسرعة بقى، من هنا لهنا اوكي، واخد من كده لكده مكان اللي انت عايز كريت فيه تكة سكرول، وبعد كده نتكه على كليك شمال. ادي الفيو بتاعنا، هنيجي عامل دايمنشن اهو ده فيرتيكال. تمام، وده كمان فيرتيكال بالمرة. يلا احنا طبعا كل ده في لوحة اسمبلي واحدة. هتقولي بقى انا كل لوحة هفضل اعمل كده؟ هقولك لا طبعا، بس انا هفهمك ايه اللي هيحصل. ماشيين بس مع بعض واحدة واحدة. انا عارف ان الفيديو هيبقى طويل بس عشان نفهم كل حاجة في الدرونج، عشان على الاقل نطلع لوح كويسة، لوح يبان عليها الشغل اللي احنا تعبنا فيه. تمام، صغر لي عم الكلام ده، صغر لي الكلام ده اوكي. عايز برضو تحط اد مارك، كليك يمين على الحديد وتعمل له اد مارك يوز فيو بروبرتيز، ادي هيد واحد اهو، هتجيبه الناحية دي. عاوز يزود اللي انت عاوزه زي ما احنا متفقين، بسرعة كده زود لنا مثلا اد، وحط لي كده ماتيريال اد بارت بوزيشن موديفاي. ادي البليت 1 فلاش، وادي هيد بليت 1 ده البارت بوزيشن. عاوز تلغيه ممكن تعمل ريموف، تحط مثلا النيم النيم اد، واقول له موديفاي ده اسمه هيد بليت اوكي.
وكده نقدر نقول ان احنا كريتنا لوحة كويسة جزئيا يعني. طبعا لسه عايزة تعديل اكيد، بس بس نقلها كده. اللوحة كده تقريبا السيمبلي حلوة يعني، غير اللي كان البرنامج مطلعها لي. انا ممكن اكبر بقى السيمبلي. تمام، بص هنا السكيل 31، خد بالك وظبطهولك لما تظبط السكيل بتاعك. برنامج سمارت او في الموضوع ده. طيب عاوز اسيف، هطلع منه وهقول له يس كده سيفها لي. يبقى انا كده عملت لوحة السيمبلي كويسة. طيب انا عملت للرافتر دي لوحة السيمبلي، عايز اعمل للرافتر دي اعمل ايه؟ هتفتح الدوكيومنت مانجر وهختار الرافتر اللي انا عاوز اعمله. طيب انت هترسمها من اول وجديد زي ما عملنا؟ لا طبعا، هنختار مثلا الرافتر دي وهختار الرافتر دي اهي ودي. يبقى كده اخترت رافتر جديدة والرافتر اللي انا لسه عاملها، وهعمل حاجة تحت اسمها كلون، كلون دروينج. تك يا عم على كلون، بيقول لي يا عم انت عايز تنسخ كل حاجة عملتها؟ اقول له اه. كلون سيلكت، بص هينسخ لك كل حاجة انت عملتها في اللوحة القديمة، وكل حاجة ضفتها حتى الابعاد حتى السكيل. ادي هو بيقول لي دي اللوحة اللي انت لسه عامل لها كلون، افتحها لي اسمها بي 1004. وريني كده اللوحة دي فيها ايه. اه دي لوحة بالطول. طيب ماشي، افتح لي تاني الدرونج. انا لسه هنلف في الموضوع ده، لا ناخد لوحة تانية اسهل ونمسح دي. ديليت يس، وهات لي من الرافتر دي ونعمل لها معرض كده القديمة دي واعمل لها كلون. تمام، هيبدأ يعمل الكلون. انا بس عايز اعرف هل ظبطها ولا هتطلع بالطول زي التانية. لا ظبطها اهو. تمام، ادي لوحة اسمها ار 1002، احنا كنا عاملين 1000. هوريكوا دلوقتي. طيب وريني كده اللي حصل هنا. تمام، نفس اللي انت عامله. طبعا اللوحة دي مش هتحتاج تعديل، لا هتحتاج تعديل برضو، ممكن تبقى لوحة اكبر، حاجة خارجة حاجة داخلة ممكن تظبطها. طيب ادي اللوحة اللي ايه الار 1002. طب وريني كده القديمة، هقول لك تخش هنا على درونج وتعمل نيكست. بقولك عاوز تغيرها؟ اه اوكي. تمام ادي اللوحة رقم 1000 اللي احنا كنا لسه عاملينها. طب هات تاني 1002 اهو، جابها لك. خدتوا بالكم الفرق؟ في فرق ما بينهم بسيط يعني، دي وسعت شوية قربت شوية وهكذا. يبقى انا كده ممكن اعمل ايه بقى معنى الكلام ده؟ ان انا اقفل كده الدروينج وافتح درونج مانجر واعمل سيلكت، امسح دي. بدل ما بعمل رافتر واحدة هعمل ادي رافتر وادي التانية التالتة الرابعة الخامسة. انا كنت اصلا اعمل دي واختار دي واعمل لها ايه كلون. هيبدأ يعمل كل الريفيتر دي كلهم مع بعض. تاخد وقت بسيط بس هو بيضيف لي اي حاجة انا كنت عاملها. طبعا في حاجات هتيجي بالطول هتعوز تتعدل، مفيش مشكلة نعدلها. ادي كده اهو خلص اللوحة بتاعتي. افتح لي مثلا تاني لوحة دي، دبل كليك فتحت. تمام، انزل انت كده تحت. دي لوحة بالطول عايزة تتلف، مفيش مشكلة. هات اللي بعدها، دي لوحة مظبوطة، دي لي 1001 ماشي. تمام، من بعده دي لوحة 1002 مظبوطة، دي بالطول ماشي، دي اسمها 1004 مفيش مشكلة. ممكن تلاقي 1004 كمان على فكرة، ركز في الكلام، ممكن تلاقي 1004 معدولة، فاحنا نركز في الأرقام. دي 1000 تمام، دي 1000 لقيت، لا دي 1001 ودي 1001، لقيت 2001. بص دي وبص دي،
دي اسمها بي 1001 ودي اسمها ار 1001. انا اصلا محتاج ار، فادخل هنا بقى على الدوكيومنت مانجر واشوف الواحد الغلط. دي بي دي امسحها، ودي كمان بي دي بي ديليت. وفين دي بي برضو ديليت. تمام، انا مثلا في كل يعني دي كده كام رافتر، دول كانوا كام رافتر، 1 2 3 4 5، انا ظبطت واحده وبعمل كلون للباقي. يعني الاسمبلي انا بظبط واحده واتعب فيها كويس جدا وبعد كده بنسخ الباقي. يبقى انا كده خلصت السنجل بارت وخلصت الاسمبلي بارت. طيب فاضل لي تالت نوع اللي هو الجي اي. هدخل هنا هنعمل كرييت جي اي، فتح لي هنا الفيو بتاعي. انت عايز تعمل فين؟ انا مثلا عايز اعمل عندك جريد 1 و 2 و 3 و 4 يعني. عاوز تعمل ايه في اللوحه دي؟ عاوز تخليهم كل لوحه في يعني كل فيو في صفحه في لوحه، ولا عايز كلهم؟ انا هخليهم كلهم في لوحه واحده. طيب الدروينج بروبرتيز، انا هنا دول لوح هخليهم لوح مثلا اليفيجن. فين جي اي؟ ماشي، احنا كلنا في جي اي. جي اي اليفيجن هتجامله لود، تجامله اوكي. طيب اوبن دروينج وتجامله كرييت. هبدا يكريت لي لوح الجي اي دي. احنا متفقين اللوحه دي بتروح للموقع، دي بتاعت مهندس الموقع بيمسكها ويركب منها. ايه يا عم اللي انت فتحته لي ده؟ وريني كده. ده عباره عن جريد 1، في هنا ادي العمود، وعندك الرفاتر، وعندك الكونكشن، وعندك المسامير والابعاد بتاعتك. طب ايه الجريدات دي؟ عادي مش عايزها، كنت اعمل كده وتعملها تخفيها خالص كده، اختفت خالص. بس خد بالك هنا كان في ايه، بص ايه الفرق بين هنا وهنا. الجريدات في النص اختفت، وهنا الجريدات ما اختفتش. فانت ممكن تعمل كده، ده كمان وده كمان وده كمان، وتعمل له ايه موديفاي. تمام، انا مش عايز الجريدات دي يا عم، شكرا. طيب ايه كمان؟ انا ممكن الغي الحاجات دي، ممكن اعمل لها كده اي حاجه هنا مش عاوز تطلع في اللوح، كليك يمين هايد على طول، مفيش بتعملش ديليت بس هايد. بص عمل ايه هايد ليه؟ هنا كان في اليفيجن 6، لو مش عايزه يبان بتعمل له هايد. يبقى هو بيسيبها لك كده نص كده يعني، تشوفها بعين بسيطه، بحيث انت لو عايز ترجعها تاني، عايز ترجعها تاني كليك يمين وشو، اضغط عليها كده. تمام، كليك يمين وشو، هيرجعها لك تاني براحتك بقى. وانت كده لو عايز تعمل حاجه هايد تعرف ازاي تلغي. طيب مثلا انا عاوز اشوف الديتيل دي. طب وريني كده المسامير دي عامله ازاي، دي مسامير شكلها ايه مش كويس. انا ممكن احطها مسامير كويسه، هتاخد دبل كليك على المسمار واختار من هنا اكزاكت سوليد موديفاي. بص المسامير اتجاه يبان، والشغل بقى ايه يبان كويس نضيف يعني. طيب انا ممكن كمان كليك يمين بره واختار البولتس كلها، واختار كلها تبقى اكزاكت سوليد موديفاي. اللوحه كلها هتبقى اكزاكت سوليد. بص اللوحه كلها مظبوطه. تمام تمام، يعني لما بعمل دبل كليك من هنا بره في اي مكان في اللوحه في الفارغ بيجيب لي الجنرال دي البروبرتيز بتاعتي. طيب انا ممكن كمان البرطات بتاعتي ممكن اعمل لها فيل، خليها كده اوتوماتيك. بص اللي هيحصل، بص هشر لي ايه، عباره عن اشكال انا مش عايزها موديفاي. يعني انا كان قصدي انك ممكن تعدل كل اي حاجه في اللوحه من الجنرال دي. تمام، احنا ظبطنا الايه المسامير. وريني هنا بيقول لك ايه، بيقول لك ده السكيل من 1 ل 75. دي لوحه A1 drawing number 1، والحاجات دي هنعرف ازاي دلوقتي نعدلها. طيب كده انا عملت لوحه، عاوز اشوف الديتيل دي ممكن اعمل ايه. هعمل من هنا فيو، انا هوريكم ليه عشان هنعمل حاجه جديده، هنعمل ديتيل فيو. بتلاقي بيقول لك عاوز تاخد فين الديتيل، انا مثلا هاخدها في اي نقطه هنا، وتلاقي بيعمل لك دايره كده. عارفين الدايره دي؟ كان لما كنا بنرسمها على الكاد زمان، بص كنت بترسم الدايره دي الكاد وتعمل ديتيلها بره لوحدك. فهو هنا انت عملت الدايره، ومثلا عايز المكان فين، عايز احطها هنا، هتلاقيه بيحطها لك الديتيل اهي. بص الديتيل عام، قال لك دي ديتيل 1، وهنا
تحت كده ورا لقيته جه جاب لك مستطيل. طيب انا باين على معايا هنا حته من الرافتر والكلام ده، ممكن تتك على الاخضر ده وتصغر وتكبر براحتك اهو كده. كمان بص لي الهيله دي بقت واقفه على ايه، على فكره هنا برضه الهيله اختلفت، اللي احنا بنعمله هنا بيبان هنا. طيب كبر لي هنا كده دي، بص ايدي الهيله دي مسكت مشيت قد ايه. يا عم صغرها تاني، صغرها لي كمان. لا مش عاوز الفيو، تمام سخرها لي بص فوق ويصغرها. طيب ادي تيلا وان، هات كده تيلا وان دي ممكن احركها واخليها جنبها. عاوز انت ايه من البتيلا وان ده تبان؟ ماشي ادي بليت وان مفيش مشكلة، امسح لي يا عم الكلام الهبص ده كله. و انت مسكت مسحني هنا سلكشن غلط دي، امسح وامسح ويمسح ويمسح. عايز تعمل ايه؟ عايز تحط كونكشن. الموضوع ده ايه معروف طبعا ازاي تعمل كونكشن وزي الكلام ده، بس انا بصراحة اعمل كده علشان اعمل حاجة تانية. انا هاخد فيو في الديتيلة دي، هات كده فيو من هنا ليه هنا. عايز تاخد منين؟ من هنا لهنا واعمل لي فيو زي الفيو اللي احنا بنعمله، بس المرة دي كل الفكرة انت بتعمل اول ديتيلة تاخد منها الفيو، لكن الاول كان الديتيل هو موجوده مرسومه انت بس كنت بتعمل الفيو. ادي الديتيل يا عم، ادي الفيو بتاعك اهو تمام. بيقول لك ان ده ايه ايه فين ايه ايه اهو، واخدها لك من هنا. طب وريني كده هنا اعمل ايه. كل اللي عمله هنا ان هو رسم على الفيو ده وما قالكش ان في ديتيل هنا، تمام. يبقى انت واخد الفيو بتاعك من الديتيل دي. صغر لي يا عم ده كده وده كده، تمام. طيب ممكن تعمل ايه هنا؟ ممكن نحط دايمنشن زي ما احنا عارفين وشوفنا قبل كده من قائمة الدايمنشن، تمام. موضوع الدايمنشن ده احنا عرفناه خلاص والموضوع بقى سهل. طيب هنقفل كده اللوحة دي ونعمل حاجة تانية. كده احنا عرفنا ازاي نطلع تلات انواع من اللوحة، السنجل بارت والاسمبلي وكمان الجي اي دروينج. طيب حلو، انت بقى لما تيجي تعمل عاوز مثلا تعمل سنجل بارت، مش هنمسك حاجه حاجه، انت لما سلكت قول وتعمل من هنا سنجل بارت دروينج. بص هياخد معاك وقت وهيعمل لك كل سنجل بارت للايه المشروع وهكذا، هتسلك كله وتعمل الايه الاسمبلي. بس في حاجه، انت لوحه لوحه هتطلع لك انت لازم تدخل تعدل فيها، ده امر مفروغ منه. انت هتخش من هنا كده الاول دروينج واحده واحده بقى، امسك لوحه لوحه تفتحهم وتعدل فيهم. انت اللوحه دي تعتبر تعبك كله في المشروع، فمش ادي لوحه البريسنج اهي فين هنا اسمها ايه بريسنج 13، تمام. في منه اربع قطع، وادي هنا اهو بريسنج 21، تمام. توتال اربع قطع مفيش مشكلة. ده لوحة الاسمبلي دي بريسنج 13 موجودة في بريسنج ده، سوري ده سنجل احنا معملناش اسمبلي، تمام. ادي هنا الدايمنشن بتاعة المسامير، بصراحة شكلها كويس وكل حاجة تمام، مش هتحتاج تتعدل في حاجات، مش هتحتاج وفي حاجات هتحتاج. اللي بعده زيها دي بريسنج 19 18 اهو بيتكتب هنا. انا بصراحة شايف ان البريسنج هم ظبطوها لي. طب نمسك بقى حاجة تانية، انا عاوز اعدل في الحاجات دي. الحاجات دي عبارة عن قيمة تقدر تعدل فيها كل حاجة، تعمل ازاي؟ دبل كليك تمبلت اديتور. فاكرين لما كنا بنعمل ريبورتات لنفسنا او بنعمل الكونكشن بنخليها ان سمارت؟ نفس الموضوع دلوقتي، انت مثلا الصورة دي بتاعت تكل انت مش عايزها، فهتعمل كده دبل كليك على البيكتشر وتعمل سيلكت فايل. في هنا في تكلا حاجة غريبة، انت الصور بتاعتك ما بينفعش تجيبها من اي مكان. الصور بتاعتك هتجيبها ازاي؟ هتجيبها عن طريق مسار. ادي مسار اهو هحطهولك، تحط تفتح المسار ده، تاخد المسار ده وتدور عليه في الفولدر بتاعك وتشوف فين. يعني هو في السي بروجرام داتا في التريمبل في التكلا ستراكشر 2020 انفيرومنت، تحط الصور بتاعتك جواه. هتلاقيه كده فتح هنا، يعني هو حاطط لك هنا صور استرشادية كده. افتح كده الصورة، اعمل اوكي، تعمل ابلوي.
بص دي نفس الصورة. طيب تعال نغير الصورة دي، طبعا احنا مش بيبان الموضوع الصور هنا. اوكي نفس الصورة. طيب نعمل ديليت. فين الصورة دي؟ كليك يمين. لا انا عاوز امسح الصورة دي. اوكي فين البيكتشر؟ طيب عم يطلع متزعلش نفسك. خش تاني تمبلت اديتور. ماشي تمام اعيد الصورة اهي. تمام اعمل لها من هنا، ممكن اخدها كأنها ايروس، كأنها معادلة زي ما كنا بنحطها في الكونكشن. هعمل لها كده من هنا ديليت، ادي الصورة اتمسحت. وعايز اعمل اد للصورة، هعمل انسرت من هنا وهلاقي ممكن تحط لاين بقى، بولي لاين، هرش، ممكن تحط ايه كمان، ممكن تحط فايل، يعني كأنك عندك بالكاد فايل كاد ممكن تحطه. يعني انت لو الرسمة بتاعت الشركة بتاعتك مرسومة بالكاد ممكن تحطه هنا، تفتح الفايل وتحطه كأنها رسمة كاد. طب نفتح ازاي الصورة؟ اهو انسرت ايه بيكتشر. تمام برضو نفس المسارات انا عارف. هاتلي كده ايه ده. اوكي نحطه لي هنا. بص ده عبارة عن باركود تبع البن، ايا كان بقى الصورة انت عايزها. طيب حاجة حاجة ممكن تعدلها بقى هنا. تايتل فيلد ده انت ممكن تحط فيه الفاليو اللي انت فاكرين نفس الايه من هنا، الفاليو هو محطوط، ممكن تحط اللي انت عايزه، ممكن تضيف حاجة انت عايزها، كل حاجة ممكن تضيفها. تمام يعني انا ممكن اغير الصور، ممكن اغير اسم، يعني بروجكت نيم ده انا مش عايزه كده، دبل كليك، لا ما تسموهوليش كده. تمام كل حاجة انت عايز تعدلها هنا دي عبارة عن اديتور بتعدل فيه كل الايه الحاجات دي. اديتور ده افتحهولي. بص ايه ده معمول عن ايه؟ بيقول لك ده اللوكيشن اسمبلي، هنا الكوانتيتي عباره عن اسم، وهنا اسمبلي مارك عباره عن اسم. الفاليو فيلد بقى هنا ده فاليو فيلد اسمبلي بوزيشن، اهو هو سماها لك. تبقى ممكن تضيف، ممكن تزود، ممكن تنقص اللي انت عاوزه. تمام كده احنا عرفنا ازاي كمان نعدل في الخرطوشه ونحط ايه ونحط جداول، او نعدل في الجداول لسه ما عرفناش نحط الجداول. طيب نرجع ونشوف ازاي نخرج اللوحة. نقفل اللوحة دي، عايزين نعرف ازاي نطلع بقى اللوحة. احنا عرفنا نظبط بس ما جربناش نطلعها. نخش هنا على دوكيمنت مانجر او كنترول ال. انا عندي اللوحة بتطلع نوعين، ممكن اطلع لوحة عبارة عن دبليو دي جي اللي هو كات، وممكن اطلعها عبارة عن بي دي اف. طيب ادي مثلا هات هنا السيمبلي لوحة، كليك يمين، عاوز اخرجها كاد، هعملها اكسبورت. بص من الاوبشن بيقول لك المسار دي دبليو جي اهو، او دي اكس اف. تمام تمام دي اكس اف او دي دبليو جي اللي انت عاوزه. طيب هو كده هتعمل له بس من هنا اكسبورت، هتلاقيه بيلف اهو بيعدي ار 1001، هيطلعها لك كلوحه كاد. طيب هتجيبها منين؟ من هنا تخش على الاوبن موديل فولدر، في حاجه اسمها بورتو فايلز، ادي ار 1001 بي وي تي دبليو جي، يعني دي لوحه كاد انت ممكن تطلعها. طيب حاجه تانية، انا مثلا عملت الاسمبلي بارت اللوحة كلها. طيب ممكن اعمل ايه؟ كنترول ايه واخدهم كلهم كليك يمين وهعمل لهم برينت. برينت يعني طلعهم لي لوح بي دي اف. وهتك هنا بقول لك تك هنا عشان تشوفهم، كمان ينفع تشوفهم. ادي لوحة. طيب كان ممكن تلاقي هنا انت معمول لك سكيل، انت هتظبطه بقى السكيل بتاعك. هنا في اوبشن مهم بيقول لك انت عاوز تطلعهم كلهم في فايل واحد اللي هي كومبايند، ولا تلغي موضوع الكومبايند كل لوحة هتطلع في بي دي اف، انا عايزهم كلهم مع بعض. طيب ادي يا عم ماشي لي كده لوح. نكست انت ممكن تتفرج عليهم. نكست اللي بعده اللي بعده وهكذا. طيب عايز اعمل برنت اهو، اعمل لك برنت لكل اللوح دي، هيسيفهم لك في فايل بي دي اف صغير مليان بكل لوح الاسمبلي الاي سنجل. طيب انا برجح كده انت بتعمل فايلين، واحد زي ده كده اسمبلي، واحد تاني فيه كل صغر. ادي اللوحة بتاعتنا، ادي اللوحة كلها اهي. اللوحة دي تعمل لها كده لوحة سنجل وتبعتها للورشة،
ونفس الموضوع لوح، ادي دول كام لوحه؟ دول 21 لوح. انت ما تحبتش في ولا لوحه فيهم تقريبا. لوح السنجل بتطلع تمام. يعني بص اللوحه 2 في 14 ادي قطر المسمار، دي عباره عن ايه؟ دي عباره عن بليته فيها مسمارين، حاجه بسيطه خالص. موجوده فين؟ موجوده في البي 1 بالبي 1000 سوري، 3 قطع. يعني هو دلوقتي المفروض ان هيمسك البليته ده المصنع وهيعمل منها 28 قطعة بنفس المسافات، ولما تيجي بيقولوا دي موجودة في اسمبلي رقم كذا وكذا وكذا وكذا. طيب ادي البروفايل بتاعها كمان واللينز، كل حاجة تكلا مظبطها على قوية. دي كمان ايه ده؟ ده بي 1009 تمام. دي ممكن تبقى ايه؟ برلين. هو هنا بيكتب لك النيم، اه طبعا برلين، عشان كده كنت بقول لكم في الاول احنا بنسمي البرلين بي البريسنج مثلا ار. انت بتعمل نفسك خريطة تمشي عليها. بصراحة اللوح جميلة جدا السنجل، وممكن تعمل نفس الموضوع، خليك ممكن تعمل نفس الموضوع لوح كده خلاص. الايه تخرج لوح بي دي اف كمان للاسمبلي وتبعتهم للمصنع لوكشة واحدة تمام. طيب عايزين نعمل ايه كمان؟ عايزين نفتح كده الدروينج بتاعتنا. طيب عايزين نعرف ازاي نقسم اللوح او ازاي نعدل في الجداول ايه بتاعتنا. طيب هنفتح مثلا ادي لوحه اهي، نعمل كليك يمين وهنعمل بروبرتيز. تفتح لي بروبرتيز زي دي سنجل بارت، انا مختار ام اي بيم انا فاكر. طيب عاوز ايه يا عم؟ عايز اللي اوت. هدخل هنا على لي اوت، هلاقي هنا اللي اوت اسمه ام اي سنجل، فانا هدخل مثلا اخليه ام اي جي اي واعمل ايديت. هعمل ايديت في جي اي. طيب اول ما اعمل ايديت هتلاقيه فتح لي صفحه زي اللي هي بتاعت الرسم، هي دي صفحه بيضه خالص. يعمل ايه صفحه بيضه دي؟ بيقول لك عاوز تضيف ايه، عاوز تحط ايه. انا مثلا عايز احط تيبل. بص بقى هتقعد تدور هنا، ده تيبل بالدي دبليو جي، ده تيبل هنا التيبلز بتاعتك هتبان هنا. طيب انا ما انصحكش انك تبدا حاجه من الزيرو او تبدا حاجه فاضيه بالشكل ده وتعدل فيها تمام. فانا هختار، هقفل ده وهختار من هنا اي لوحه بروبرتيز لي اوت تمام. اشتغل في الاي ام اي سنجل، اعمل الايديت. بص اللوح الام اي سنجل اللي انت هتطلعها دي هيحط لك فيها ايه؟ بص يا عم، ده الخرطوشه الفاضيه تمام. دي اللوحة عبارة عن A3. لا انا مش عايزة A3، انا عايزة A4. اوكي ادي A4 هتبان كده. طيب اللوحة A3 هتبان كده. الام اي سنجل ما بيطلعش غير في لوحة A3 و A4 تمام. ليه؟ لان هو الاوبشن ده موجود اهو A3 و A4. لو خدت تاني حاجة تانية من الام اي كانت مكتوبة تانية كان ممكن نعدل فيها. طيب اول حاجة هنا بيقولك انا هضيف لك حاجة اسمها سنجل اسمبلي. دي عبارة عن ايه؟ دي عبارة هنا عن جدول، هو هيطولك الاسمبلي ممكن تحركه. يعني هو على طول بيجي هنا في الطرف فوق هنا خالص. طيب انا ممكن كمان اعمل الغي الاسماء اللي هو حاطهم لي عشان ابدا اشوف تمام. طيب الهيدن ده حاجات ممكن تكون موجوده ممكن تبقى لا. ادي الالوكيت اهو بيقول لك المسافه بتاعتها، لا انا مش عايز يبقى هنا، عايز يبقى المسافه دي كده على البعد ده، لا رجعها لي تاني. تبدا مثلا ان انا بعمل ده بعدل في الخرطوشه تمام. طيب ادي الجدول ده، ده جدول اسمه ام اي تايتل بلوك، هو حاطهولي البرنامج حاطهولي. طيب البرنامج هو بيقول لك الجدول ده بيبدا من هنا من النقطه دي على طول، حتى لو غيرت A4 ل A3 او العكس. لا ما شايفش، بص هيبدا لي برده من تحت، ادي البدايه بتاعتي. طيب وفي جدول تاني اسمه المارك والبروفايل والجريد والكواليتي والحاجات دي، هو الجداول دي هو ضايفها لي. طيب في ايه كمان؟ انا ممكن بقى اضيف جداول زي ما احنا عارفين ازاي نحط جداول ونضيف فيها اللي احنا عايزينه. طيب ممكن كمان نضيف هنا ابعاد اللوح ونربطهم من هنا من الابعاد، يعني الجداول نربطها من هنا مسافات باللي انا عايزها. انا مثلا شايف ان الجدول ده صغير على اللوح او كبير على اللوح، السكيل خليه 5. بص 5، بص الجدول بعمل ازاي اكبر من اللوحه. لا يا عم خليه بنص، صغرته شويه، صغرته النص. انا مش محتاج ارسم الرسمه، مش محتاج الجدول، خلي ده جدول مهم يا عم، خليه بواحد.
طيب ازاي اعدل بقى على الجدول؟ دبل كليك وهيفتح لي الايديتور زي ما احنا كنا لسه معدلين. تدخل بقى تعدل على الجدول، تغير صورة، تكتب اسم حاجة، تعمل اسمك ايا كان، تلغي حاجات، تصغر، تكبر. يعني مثلا هنا السكيل ده هو عامله لك اللي انت عاوزه، تعدل وتزود. ممكن تعمل اد للتيبل من هنا، تزود اي ادي تيبلز محفوظة البرنامج. طب في حاجة تانية، في مثلا حاجة انت عاوز هنا، في هرس هنا بيتحط، مثلا في كلام جاي لك في لوح الكاد، هرس عبارة عن هرس. يعني انا ضفت ايه؟ لا مش عايز اضيف الكلام ده، انا خدته من هنا كانه جدول وضفته، اعمله ديليت. انت ممكن تختار اي حاجة، تشوف لها نقطة بداية مثلا. تمام، وادي نقطة، ادي كده حطيت انا الجدول ده. طب الجدول ده فيه ايه؟ انا ما بصيتش حتى عليه. ممكن كمان نختار جدول من ايه الكاد، ده اللي كنت عاوز اقوله. في ناس هنا بتلاقي حاطه هرس ياما كده وكلام ياما وبتاع ايه مجمعه، اي كلام حاطينه هنا، مش اي كلام، سوري، يعني مش كلام ملوش لازمه، لا الكلام اللي هو بيقول لك بليته كذا في كذا، او ساعات بيحط لك جدول، هو الجدول بتطلع جاهزه يعني اي كلام. فانت ممكن ترسمه على الكاد وتحطه هنا كانه لوحه. يعني مثلا اي لوحه كاد عندك تيجي واخد من المكان بتاعها، هتفتح لك تيجي حاططها مثلا هنا، تختار المكان من البوردر، اي ايا كان هتختاره من البوردر اهو. ادي حط لك هنا جدول. لو طب الجدول ده فاضي، ما انا فاهم انه فاضي، لما يبقى فيه حاجه هيتملي. المهم يبقى انت بتضيف من البوردر. ادي مثلا حاجه اسمها ايه، كي بلان. كي بلان مثلا اي حاجه انت هتعملها، عايز تبدا من هنا تختار البوردر، ادي كي بلان. بص كي بلان ده يعني بقول لك ايه، بيحط لك سوري، ده كي بلان ده بيحط لك حاجه عشان تشوف عليها. ادي حط لك كي بلان البريسنج رقم 5. بص هيجي عامله ازاي، يعني قصدي هيجي على جداول، هيجي على مكان. طيب البي سي اي 3 طولي هنا مثلا. بص ليه اضاف لي جدول كبير، انا مش عارف ايه الجدول ده، البي سي اي 3. انت ممكن بقى تدخل في الحاجات دي وايه تعدلها. ادي اديتور اهو، عباره عن ايه يا عم، جدول دي عباره عن خرطوشه بس فاضيه. فانت ممكن تحط نفسك خرطوشه وهكذا، انت ممكن تاخد اي حاجه من التيبل وحاطط لك خرطوش وحاطط لك حاجات ياما. يعني بصراحه تبدا تعدل على الجداول بتاعتك. إيه، انا بعتذر ان الفيديو ده كان طويل، بس حاولت اجمع معظم الحاجات اللي موجوده في الدروينج علشان تعرفوها.